انا دلوقتي تجربة ملاحظة الجرات مروح قوية تنفع الكمبيوتر السيرفر لتهوية اي شيء، يعني لتبريد اي حاجة. تمام، دي ماركة المروحة 12 فولت، دي 9 في 9، 2.5 امبير. في حاجات اقل، امبير اقل للكمبيوترات، دي للسيرفرات امبير اعلى. تمام، معنا حول على 12 فولت. هنجرب كده الموجب والسالب. اسود احمر، ماشي. منتج تاني 12 فولت، 12 فولت، 8 ملي امبير، 12 سنتي. كده بعلي الفولت، طول ما الفولت يعلى الامبير بيعلى معانا، تدي قوة دفع اكتر. دي كده على 12. Thank you.
دي نوع تاني، 12 فولت 700 ملي امبير. نجرب كده. دي 24 فولت 4 من 10 امبير. كده شغال على 12 فولت. كده شغال على 24 فولت. عشرة فولت 700 ملي امبير. طبعا 12 فولت اعلى بتسحب امبير اعلى، صوتك تبقى اعلى. ماشي، دي على 24 فولت، كده هي على 12 فولت اللي هي المفروض تشتغل عليه. امبيرها مظبوط برضو. عشرة فولت 2 امبير 2 ملي امبير. حجمها صغير اللي هي 8 سنتي. في المعقول. تمام. في حاجة 12 فولت برضو 400 ملي امبير 9 سنتي. حاجة زي دي 12 فولت 1.2 ملي امبير، راحة قوية.
القنبلة. دي مروحة سيرفرات قوية بتنفع في حاجات كتيرة يعني. بعد كده في بلورات تنجر بولت 300 ملي امبير، تمام. في حاجات أصغر في المقاس،